هل مصافحة النساء تبطل الوضوء؟ مصافحة النساء لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وإنما كان يبايعهن بالكلام، ولما في مصافحة النساء من الفتنة فهي محرمة. مصافحة المرأة غير المحرم على العمل محرم، لأنه يدعو إلى الفتنة. أما أنه ينقل الوضوء فإذا كان من وراء حائل فإنه محرم، لكنه لا ينقل الوضوء لعدم المحرم. وأما إذا كان بدون حائل، فإن كان مع شهوة، إذا كان مع شهوة فإنه ينقل الوضوء، لأن نفس المرأة مباشرة بدون حائل بالشهوة ينقض الوضوء، في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم، لأنه مظنة خروج الخارج ومظنة الشيء تنزل منزلته، كما أن النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة خروج الحدث والإنسان لا يدري، فنزلة المظنة منزلة تحقق الشيء، لقوله تعالى في موجبات الوضوء أو لامستم النساء، على تفسير من فسر الملامسة باللمس. هذا مذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. بعض العلماء يرى أن مس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء مطلقا بشهوة وبغير شهوة. الحاصل أن مسها بغير حائل بمصافحة أو غيرها مع الشهوة ينقض الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.